يبحث المشاركون في مؤتمر دبي للألماس فرص الاستفادة من التحولات التي تشهدها تجارة الألماس عالميا، خصوصا أن هذه الصناعة بدأت تأخذ مسارا جديدا بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. في ظل التقلبات السعرية التي يشهدها المعدن الأصفر، يأتي مؤتمر دبي للألماس 2015 ليسلط الضوء على الحركة المتنامية لصناعة الألماس بالمنطقة، والتي باتت اليوم المستفيدة الأكبر من تأرجح أسعار الذهب. أعتقد أن التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب ساهمت في فتح آفاق جديدة لصناعة الألماس، كما أن الرخاء الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج بالإضافة إلى تنوع أذواق المستهلكين وزيادة إقبال السياح على المعدن الثمين ساهم في نمو هذه الصناعة. وقد واكب ارتفاع مبيعات الألماس تألق دبي كبوابة لهذا المعدن الثمين وكأحد أبرز 3 مراكز لتجارة الألماس على مستوى العالم، وذلك بفضل النمو الهائل الذي شهدته تجارة الألماس في دبي. من قبل تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة كانت حجم تجارة الألماس في دبي حوالي 6 مليون دولار، اليوم نتكلم عن فوق 30 مليار دولار، وتضع دبي في قائمة أكبر 3 مراكز لتجارة الألماس. ارتفعت تجارة الألماس الخام ارتفاع ملحوظ من سنة 2003 إلى سنة 2014 وحتى حاليا لين 2015، حيث أن بلغ عدد شهادات المنشأ للاستيراد والتصدير ما يقارب 13,000 شهادة. ويرى الخبراء والمشاركون بالمؤتمر أن التحولات الأخيرة في مجموعة اللاعبين الأساسيين في تمويل صناعة الألماس شجعت المصارف المحلية والإقليمية للانخراط في هذا القطاع لتوفير سيولة إضافية، وذلك بعد أن كانت تفتقر للحلول التمويلية نظرا لحاجة المصارف للمزيد من الشفافية والضمانات. من أبرز تحديات تجارة الألماس الخام والمسؤول هو التمويل من ناحية التخصص في هذا المجال، وفي نفس الوقت التمويل للألماس غير مرغوب من معظم البنوك. هناك نسبة قليلة من البنوك تقدم هذه النوعية من الحلول التمويلية لصناعة الألماس، وذلك لما تحتاجه من ضمانات عالية ومزيد من الشفافية. نحن في بنك الفجيرة الوطني اعتمدنا تمويل هذه الصناعة، وذلك في خطوة تهدف إلى تركيز البنك على قطاعي المعادن الثمينة والمجوهرات. وقد ظلت صناعة الألماس محافظة على نمو الطلب عليها، متخطية بذلك المخاوف والحواجز التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي. وقد أرست هذه الحقيقة كفاءة وقدرة الأحجار الكريمة على الصمود في وجه السوق، وذلك نظرا لقيمتها الكاملة التي لا تتأثر بتقلبات أو تغيرات الاقتصاد. ننتقل الآن